شركة دانشرا إدسي دودة شركة وقبتين حارون تقود وزارة داري ما هدي بدو كل هداهي قدار جيسا عبدقاني حسن أحمد قولي أقاسمها واحدة سياسة دوقة بس وزارة داري ما هدي بدو سمالي لان يسينو كلا حسن أحمد يوسف أقاسمها فلين تيوكالات دو قربتشوك سمالي لان أي واحد سيسكو ميدا فلين وقدرين وكيلة دا سمالي لان أجوغا ودامدا دي بدا يسينو كلا قد يدو قربتشوك وايليه نيو إدلالك دي بدا إنسي ميدا يسندن كودو حيليغان أي دحدا وقوحيدان ورين تقاران كالوغا فديو إني شعبي قودا كسو kalmayaan isla markaana dib loogu kalmaynayo dadkii saameynta ay ku keenay abaaruhu waana kuwan iyagu arimaha ka hadlaya anagu doonahay wasaaradda arimaha dibadda dabcan waxaan ka midnahay gudiga kasoo kabashada abaaraha baaqi waan u dirnay shaqadeena si fiican bay dabcan uga socotaa dalalkii target kaynu ahaa oo ahaa 72 dal waanu target ka dhiganay in qaaraanka laga soo ururiyo si loo taakuleeyo dadka abaaruhu أي ساميين أي جبلات الشمالي الآن المركا يوروب رنت سيف عم بيقص عطها سيدا إنغريز كوكلة سويدن جرماني نرويج دنمارك فيلان سيونك سب بيقص عطها وكيلة دي دلك هسي نوتشو جي يجدجي جديد يشالي دو فسيف عم بيقص غينا يان واحد رجينا إن شاء الله تعالى إن أي العقتي لو قند يجي كسو حرام دنتو أمريكا كندا يو اس اي لفتودو رنتي دادال فربادن باكا سعودا وكيلا ديني يو قدية دي چالية دو هنا شقا في عام بهالكاس كوضان عربها يد لفتودو رنتي ما با ناسي في عام بي شقا دو قاس عطا يو دلالك أفريكا مركا وحانو كالغيب اني قاردها هاسي طبعا ايانو كالغيب اني يو استراليا العقد قود خرج أما العقد جود تاكلين تا اللي قدون يو قرضها نصور شيء وحويان لح بقول يلحدن كنا دولار هاوش في سفر عم بوسع تا بشر رمضان وحن كو وعيقلين لهين وحن كو درداري لهين وكو بقادين لهين طبعا إن أي بشر رمضان لقى فايدة استو وحا أي قدية تقابل سنة قياس يعني إن دتك حوله كبحين بقول كي بتطبعت وحا كها يامي oo waliba intoodii awoodaysay laga daad gureeyay dhulkii ay deganaayeen gaar ahaan gobolada bariga in ka badan 20,000 oo qoys dabcan dadkaas way barakaceen kumanaan kale waxa ay ku xiroodeen tuulooyinka u dhow degmooyinka iyo magaalooyinka markii ay ka farabaxeen wixii ay xoolo lahaayeen dad kale ayaa jira oo iyaguna ku go'doonsan wali ku jira dhulka fogfog buuraleyda xeebaha oo xoolahuna ay ka baxeen xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland runtii ilaa intii ay abaartu socotay dadaal badan ayaynu sameynay inagoo aan cid kale waxba ka helin Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa